ما فيك تنزل السعر شوي؟ حبيبي كل رصيدي 200 ألف دولار وعطيتك اياهم، ولو كان معي اكثر كنت اعطيتك اياهم كمان. بعرف عم تتعب، عم بحس فيك. هيدا ليش مصر؟ انا بدي ساعدك، ما بدي اياك تتعب لحالك. حبيبي كل شيء حيمشي مثل ما بدك، بس اصبر علي شوي تيمرق هيدا الكابوس. بوعدك نحن رح نكون اكثر اثنين مبسوطين. ما بعرف، انا بدي اخذ حقي منها لو شو ما صار. عم بتضيعي حالك يا يارا، بس انا ما رح خليكي تصرفي مصرياتك على واحد ما بيستاهلك. لازم نبهك حتى ما ترجع تعيدي هالغلطه يلي عملتيها لك من دون ما تاخدي حتى رأيي أو تسأليني.